الحاجات اللي مش بتعجبني شوية اللي هو الليرنج، يبقى في حاجات كتيرة قوي على يعني كذا طبقة او حاجات كده، دي مش بحبها خالص. انا بحس ان الشكل فجأة اتغير، لا that's totally بالنسبة لي مش بحبه. يعني حاجات بقى اللي بحبها ال very simple، ال tanned، لو فيش الرموش بحبها قوي، مغرمة قوي فيه، بحس ان دي اللي بتدي الفاينل تاتش ذا جود واي، يعني اوكي اللي هو بيرفكت خلاص احنا كده تمام. بتحبيها ايه بقى؟ ايوه مش بحبها very natural، اللي هو ممكن مثلا عشان انا بحس ان شويه عينيا صغيره، فبحب قوي انها مثلا ممكن تتحط على الاطراف هنا فتدي كده يعني تسحب. No way. لا خطيرة، لا ايه ده تحفة، الرموش خطيرة، البابابل بينك ده اللي هنا البلوش، لا مش طبيعي، انا مش مصدقة ان انا بضحك وعيني باينة، ايه ده تحفة، لا مش طبيعي، انا منبهرة. واللون اللبسك وبضحك على طبيعتي، فاهمة ايه؟ مش متضايقة من بقي، مش متضايقة من شكلي، فحاسة انه محتاجة اضم بقي شوية عشان مكسوفة. ليه ليه؟ لا حاسة